إذا أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من بغداد بدر الركابي. أهلا بك زميلي. نتحدث بشكل عام عن مداهمة منزل ممثل المحاضرين مالك هادي، وهل من تطورات جديدة؟ ما هي التفصيلات بالضبط؟ تفضل. نعم ميعاد، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد هنا في منطقة الحكيمية بناحية جسر ديالة، حيث منزل مالك هادي ممثل المحاضرين. عند الساعة 4:30 فجرا اليوم وصلت قوة أمنية إلى منزل مالك هادي ومعها مذكرة بإلقاء القبض. سألت عن مالك، لكن مالك غير متواجد في البيت، ما جعلهم يصطحبون معه ابنه جعفر، ومن ثم أيضا توجهوا إلى منزل شقيقة صلاح. وعند الدخول إلى منزل شقيقة صلاح لم تكن ضمن السياقات المتعارف عليه كما يتحدث شقيقة، وسيتحدث لنا بتفصيلات وهو متواجد بجوارنا بعملية قد تختلف قليلا عند الدخول إلى المنزل بطريقة مغايرة، وأيضا استخدام حتى القنابل الصوتية، وأيضا البدء بعملية أشبه بها المشاجرة مع من يتواجد داخل المنزل، وأيضا احتجاز ما يمتلكون من هواتف وكذلك أيضا الريسيفرات الخاصة بالكاميرات. دعيني أستثمر الوقت أكثر أن يتحدث عن تفصيلات كاملة حول هذا الموضوع مع مالك هادي. أهلا بك مالك، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير ونشرة الثالثة. إذا ممكن تحدث لي شنو اللي صار وياك من فجر اليوم ولحد الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعرف انه احنا قدنا عدة تظاهرات واحتجاجات على مدار اكثر من 4 سنوات 5 سنوات، وكلها سلمية وفق الاطار القانوني. تفاجئنا اليوم بان هناك قوة كبيرة جدا من جهات امنية مجهولة وما معرفة اساسا لدينا. بس هي قوة حكومية؟ قوة حكومية نعم، مشتركة من دفاع، من داخلية، من استخبارات، من مخابرات، من امن حشد. هذا القوة داهمت المنزل بحدود الساعة 4:30. تم الاعتداء على ابن جعفر، تم الاعتداء على بناتي، تم الاعتداء على زوجتي لفظيا جسديا ضربا ولفظيا أيضا بعبارات بذيئة جدا، شبهنا بزمن البعث. تولدت عندهم أضرار نتيجة لهذا الاعتداء؟ أكيد أكيد، ابن جعفر مضروب وبنات ضربا وحتى زوجتي، أخذوا تليفونات العائلة كلها وبعثروا الغراض الموجودة بالبيت وأخذوا سويتش السيارة. أنا ما أعرف هاي الجهة جاية تريد تعتقل مالك بمذكرة اعتقال أو تسرق سيارته أو تسرق هواتفه. فورا ما صارت هاي الحالة اصطحبوا ابني، اعتقلوه، أخذوا بمنزل أخوي صلاح، نفس الحالة بالضبط لعائلته، أيضا صادروا التليفونات وكذلك السيفرات الموجودة للكاميرا، وقام يطلقون عبارات وشتيمة وسب طيب شنو السبب؟ أنا أعرف السبب اللي هو هم يحاولون شيطنة التظاهرات الموجودة بملحق الرصافة الثالثة، تأسيس مظاهرات الرصافة الثالثة، علما أنه من اللي يحاول؟ الحكومة وأحزاب الحكومة، الحكومة وأحزاب الحكومة، لأنه قبل المداهمة صدرت تصريحات من مدونين ومن سياسيين رسميين في الإطار التنسيقي ومستشارين لدى حكومة محمد شاه السوداني بالتحريض على شخص مالك هادي وبالتحريض على ملحق الرصافة الثالثة، محاولة تسييس ملحق الرصافة الثالثة، محاولة تبيان للرأي العام أن ملحق الرصافة الثالثة هو عبارة عن جهة سياسية مو عبارة عن ناس محاضرين وإداريين يطالبون بحقوقهم. لسق تهمة ما حصل بمدينة الصدر من حرق إطارات وغيرها بملحق الرصافة الثالثة. هو أنا أريد أسأل، هل أنه هذا الموضوع له ربط بحادثة اليوم؟ أبدا، هناك تقرير أمني مفصل من قائد قوات حفظ القانون آنذاك أنه كانت مظاهرة لنقابة التكاتك قبل لا إحنا نلتحق بساحة مظفر. التظاهرة كانت بسبب أنه القوات الأمنية الماسكة للأرض هناك مصادر عدد من التكاتك وماخذة سنويات عدد من الأخوة سواق التكاتك، وهم لديهم نقابة خاصة بهم ولديهم مجموعة ولديهم رئيس نقابة. هاي التظاهرات احنا لقيناها قدامنا، احنا تظاهراتنا كانت بساحة مظفر مسيطر عليها تماما بشهود القوات الأمنية. هم تظاهراتهم وقفتهم كانت على التقاطع مال شرق القناة بالجسر، هم اللي حرقوا الإطارات، هم اللي صعدوا، اعلنا البراءة من عندهم، بلغنا القوات الماسكة الأرض انه هاي المظاهرة متابعة لنا نهائيا، سلمناهم طلب رسمي انه هاي التظاهرات متابعة لنا، انسحبنا نهائيا الساعة 11 بالليل من ساحة مظفر كملحق الرصافة الثالثة اللي بقى اساسا نقابة تكاتك وقوات امنية. زين، سؤالي الاهم اللي هنا واللي كل يجوز يريد يعرف السؤال، يعرف الجواب من عنده.
انت راح تسلم نفسك للقوات الامنيه، شنو الموقف حاليا؟ انت هارب ايش اسمه قوات امنيه لو حراميه باقوا سيارته وتليفونات البيت غير يدفتهم؟ اذا مذكره اعتقال شخصيه لمالك هادي، رجعوا لي سيارتي، رجعوا لي تليفوناتي، لانه انا اعتبرتكم حراميه وقدمت عليكم دعوه. انت رفعت دعوه حاليا؟ يعني انا اريد اسال الحكومه العراقيه واسال القضاء العراقي، هل هناك مذكره اعتقال مع السياره وتليفونات زوجه الشخص المدعو للاعتقال؟ وينكو هيك يعني؟ وينكو هيك قضاء عندنا يصدر هيك مذكره؟ المذكره اكيد مذكره اعتقال لمالك هادي بتهمه كذائيه، هاي ما عندنا مشكله بها. جايين على مالك هادي ماكو مشكله نهائيا تعتقلوه، ماكو مشكله. مصادره سيارته او اقول سرقتها، تليفون زوجته، تليفون بناته، تليفون ابنه، شنو معناها هاي؟ وين تريدون توصلون بهاي العباره اللي سويتوها؟ سؤال اخير حتى انتقل ايضا لصلاح، هذا الموضوع شلون راح يكون مستجداته وانعكاساته على تظاهراتكم كملحق رصافه ثالث؟ مستمرين اكيد مستمرين، باكر عندنا تظاهره كبرى لملحق الرصافه الثالثه بساحه التحرير ومستمرين. اساسا هي هاي العمليه اللي سووها هو تكميم للافواه، يعتقدون انه مالك الراس الاكبر بالاحتجاجات والتظاهرات، مثل عندهم اضرب الراس الاكبر ليسكت الراس الاصغر، هذا اللي ينتهجونه، بدليل انه الاعتقالات مو فقط لمالك هادي الان، اكو اعتقالات لممثلين في الديوانيه، اكو اعتقالات لممثلين في النجف، هاي الحكومه شبهنا بالضبط بحكومه البعث. راح تكون متواجد بتظاهرات يوم غد؟ اكيد تمام. اكيد موجود. شكرا لك. انتقل زميلتي ميعاد الى شقيق مالك صلاح اللي دخلت القوات الامنيه لمنزله. اهلا بك صلاح ضيفا عزيزا على شاشه التغيير، حدثني شنو اللي صار منذ لحظه دخول القوات الامنيه وشلون تعاملوا وياك؟ شكرا جزيلا لقناه التغيير، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا للامانه انه انا ما اعتبر الهجوم اليوم عباره عن هجوم ميليشيات وقحه ارادت اسقاط المحاضرين بالكامل. تذكرون ان هي قوات امنيه وتحمل مذكره قبض؟ قوات امنيه تحمل مذكره قبض، ومذكره القبض انا قريتها شخصيا، طالبه باسم مالك شخصيا. طيب ليش تجاوز على الآلة، تجاوز على البيت، تجاوز على ممتلكات مالك؟ شنو اللي صار وياك؟ سرقتها يعني. انا بعد دخولهم البيت مالك انه اجوا على بيتي انه مالك يمك، اول حاله انه هناك صاعقات صوتيه، كسر الباب المطبخ، كسر الزجاج الباب المطبخ بالكامل، خلعه بالكامل موجود، اذا تريدون تصورونها وتشوفونها مجاهز. صاعقات صوتيه مو قنابل صوتيه؟ لا صاعقات صوتيه تخويف للعائله. بعد دخولنا رسن انا طرحت لهم رسن اجلس على القاع كانه انا مجرم، يعني داعش ما يسوون بهيك مع الاسف. فبعد ذلك تم صعودهم الى سطح المنزل، نزال اولادي جميعهم، صارت مشاجره يدويه بينهم وبين اولادي بسبب يعني جروني من التيشيرت مالتي، فايش تريد مني اسكت من يشوف ابوي يجرونه من التيشيرت مالته؟ فصارت مدافع، صارت مضارب داخل المطبخ بحضور جميع الجهات الامنيه الموجوده اللي جابوها وياهم او الميليشيات الوقحه، بالاضافه الى ذلك ان موجود الشرطه الاتحاديه الماسكه القوى الارض ما خلوها تدخل وياهم داخل المنزل، فقط خارج المنزل قوات الامن الوطني الموجوده الماسكه الارض في جسر دياله هم ما خلوها تدخل، صادروا الموبايل. يعني فقط هم دخلوا؟ فقط دخلت القوات المشتركه الجايه من مجلس الوزراء. اما القوات الماسكه الارض من وطني والشرطه الاتحاديه لا، فقط خارج البيت ما خلوها ليش؟ ما اعرف يعني، حتى اعترض عليهم السيد الرائد الموجود قال لهم انتم عندكم مذكره اعتقال ما تعتقلون مالك وجحفر، يعني اتوقع انه انت انا ساعه كامله يفترون بي بالمنطقه من بيت مالك، البيت قيس، البيت صلاح، البيت فلان، انا وجحفر بالبيكه قاعدين لي ورا حازيننا. تمام زين. سؤال اخير، شنو وضع العائله هسه وشنو اللي طالبون به؟ اولا احنا سوينا شكوى رسميه بالاعتداء على ما جرى خاصة في بيتي بعد أو قبل الاعتداء على ما جرى على مالك وسرقة سيارة مالك وجميع السيرفرات الموجودة بتسجيل الكاميرات، أتوقع أنت أخذوا تسجيل الكاميرات، ما يعرفون المنطقة كلها كاميرات، سجلت دخولهم، سجلت القوات الأمنية دخلت جسر ديالة بهذا اليوم مناطق النغلة الغربية من كان ساقطة بداعش ما دخلت هيش قوات. مالك هادي ترى مرهابي، مالك هادي ممثل محاضري، فأنت بخير روح للإرهابي هي سويها. مالك هادي مسالم يطالب بلسانه ويكتب بقلمه، هو جاي يحارب قلم، ترى جاي يحارب علم، هم جهله، من يحارب العلم هم جهله. حكومه متفقين بالحق القانوني، رفعتوا دعوه قضائيه، رفعنا دعوه قضائيه ونطالب بارجاع كافه مستمسكاتنا كامله
سرقة السيارة، سرقة السيرفرات مال مالك ومال بيتي، زاد أجهزة النقال وهاي الشخصية والإلقاء القبض أنا قريته يقول مالك هذه شخصيا، ما قال مالك هذه شخصيا وسيارته، ما قال مالك هذه وابنه، ما قال مالك هذه ها ورادوا بيت أبوي، ورادوا بيت فلان، ورادوا بيت فلان، يعني أتوقع أنه استهداف كامل هاي العائلة بهاي المنطقة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. نعم ميعاد، هذه هي التفصيلات، إذا كان لديك سؤال آخر تفضلي. نعم بدر، نود أن نشكرك على هذه الإحاطة الممتازة، مراسلنا من بغداد بدر الركابي، شكرا جزيلا لك زميلي.